المنصات تشتعل في وجه شماتة إخوانية قذرة من وفاة ابن الفنان حسن يوسف، ووالد بوراك يتحدث لتفاعلكم ويفتح النار، ومقابلة مليانة ضحك مع نجوم راس براس. أهلا بكم. على الرغم من مرور يومين على خبر وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، لكن اسم الفنان لسه ترند على المنصات وخبر الوفاة متصدر الأخبار. خليني أذكركم في الأول بسبب وفاة عبد الله حسن يوسف واللي عمره 35 سنة، هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، وهو خريج إعلام وكلية طيران كمان. عبد الله توفي غرقا يوم الأحد وهو بيسبح في الساحل الشمالي، وبعدين اختفى تحت الماء وفقدوه، وبعدين لقيوه فاقد للوعي ونقلوه إلى المستشفى وحاولوا إنعاشه، ولكن وظائف جسمه الحيوية كانت كلها متوقفة. وأمس تم تشييع جثمانه بحضور عدد من الفنانين. وخلال مراسم الدفن أمس، في فيديو مؤثر جدا متداول بشكل كبير على المنصات للفنان حسن يوسف، وهو بيبكي وبيتساءل كيف ابنه اللي كان يشارك في سباقات السباحة غرق في مترين من الماء. بس ربنا عايز ياخده شهيد. غرق في مترين. عشان ربنا عايز ياخده شهيد. طبعا من بداية الوفاة لليوم، مثل ما قلت، اسم حسن يوسف وابنه متصدر الأخبار، خاصة وأنه يعني حادث وفاجعة. لكن اليوم الموضوع أخذ شكل ثاني على المنصات وعامل غضب كبير، والسبب شماتة إخوان بوفاة الراحل، وعلى رأسهم وجدي العربي الفنان السابق والمعتزل، واللي كان أعلن انضمامه لجماعة الإخوان ومن بعدها هرب من مصر في 2013، وهو من عائلة فنية. طلع وشمت في موت ابن حسن يوسف ونشر بوست على اكس قال فيه انه ابن حسن يوسف توفي غرقا، اللهم لا شماته، وقال انه موت الابناء قاسي، فكيف اذا كان الابن هو المدلل؟ وصار يذكر في البوست الفنان بابناء الاخوان اللي ماتوا كمان. ليه عمل كده؟ السبب ببساطة موقف الفنان حسن يوسف اللي هاجم الإخوان علنا في السابق، فطلعوا الإخوان وكأنه شايفين في الموت فرصة للانتقام. واللي زاد الطين بلة بعد بوست وجدي العربي، كتب بوست ثاني استرسل فيه وقال إنه هو مو مسامح الفنان حسن يوسف لأنه تكلم من زمان على جماعة الإخوان، وقال إنه ما رح يسامحه إلى أن يعتذر ويقول الحقيقة عنهم. الناس استنكرت كلامه وكلام اللي على شاكلته كمان يعني، وحالة الاستياء من الشماتة كانت القاسم المشترك بين الناس، وهذه عينة من ردودهم. ومن بعد ردة الفعل هذه طلع وجدي العربي في فيديو قال فيه انه هو ما كان قصده يشمت ابدا، وبكي بدموع شافوها كثير على انها نوع من التمثيل. وعلى فكرة هو قال في بداية الفيديو انه ما كان قصده يشمت، لكن الفيديو حقيقة لا يخلو من الشماتة الصريحة يعني. وفي الفيديو وجه كمان رسالة للفنان، فعليا والله مو لاقي عنوان ولا شرح لها. أرشد الله أني ما شمت فيك يا أستاذ حسن، يا أبي حسن، والله ما شمت فيك ولا للحظة، إنما أردت أن أقول لك الموت كاس دوار على الجميع. النهاردة نزل له فيديو والله أبكاني. والله نزل له فيديو دلوقتي لسه شايفه أبكاني. أبكاني.
بيقول لهم ايوه مات في النيل، مات في النيل، مات في النيل، ايوه مات في النيل. نيل ايه يا استاذ حسن؟ مين من النيل اللي مات فيه؟ ما ماتش في النيل، لو مات في البحر غرق. الله يصبره، والله الله يصبره، والله الله يصبره، والله على قدر ما أهلنا وتعبنا وألفينا ما لفينا، إنما إحنا مش كده، كتير ماتوا. أنت أبي حسن قادر على إنك تواجه الله سبحانه وتعالى وفي رقبتك دم الناس دول؟ أنت متأكد إن أنت هتقدر تقف أمام ربنا؟ لو يقول له أبي حسن يعني بعد هذا الكلام كله. طيب هل تعتقدوا أنه هذا الناس تأثرت بالفيديو اللي شفتوه أو صدقوه؟ أكيد لا أبدا، فأغلب التعليقات عليه كانت أنه بكاء وتمثيل ودموعه دموع تمسيح. الشيف بوراك من أشهر طباخي السوشيال ميديا وتحول لنجم بفيديوهاته وطبخاته، ولكن من أيام فاجأ الشيف بوراك متابعينه بفيديو طلع فيه بيبكي واتهم في الفيديو أبو إسماعيل بالاحتيال عليه وبيع حقوق اسمه لرجل أجنبي من دون علمه مقابل 41 مليون دولار، وقال إنه رح يكمل مسيرته المهنية لحاله من دون أبوه وإنه خلاص ما عاد عنده أي مطعم بيملكه إلا واحد في إسطنبول. ومن بعدها رفع بوراك على أبوه دعوة، ومن المتوقع أنه تتم أولى جلساتها في سبتمبر. من بعدها بدأت أو عادت حرب التصريحات بين الأب وابنه، وأبوه فجر مفاجآت صادمة وفتح النار على ابنه وكذب كل كلامه عن الاحتيال، وبعدين نزل تكذيب حتى في أمور ثانية، فقال أنه توزيع بوراك المساعدات على المناطق اللي تضررت من الزلزال في تركيا كان استعراض وكلها من أموال شركات العائلة مو منهم، وقال إنه بوراك ادعى إصابته بالسرطان علشان يستعطف الناس، وإنه الحقيقة إنه كان في المستشفى عشان عملية تكميم. تصريحات الأب وصلت حتى إلى الفنان ملحم زين، وحقيقة كل هذا الكلام خلى الناس مو عارفة مين منهم الصادق ولا عارفين الحقيقة. احنا كان لنا لقاء خاص مع والد بوراك، قلنا نفهم منه روايته واللي صار، ولي بوراك طبعا حق الرد متى ما شاء ومتى ما اراد. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بك رجل الاعمال التركي الشهير اسماعيل أوزدمير عبر العربية. في البداية الأزمة التي حصلت بينك وبين نجلك بوراك والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية والعربية، أين كمن يكمن الخلل بينك وبين بوراك؟ أين بدأت المشكلة؟ المشكلة أصلاً ما في أي مشكلة، بوراك كبر الموضوع على السوشيال ميديا، هو قوي، قام ينزل فيديوهات هو زعلان، هو إلا أبوه غدره وباع المحلات ما غير خبره. هذا الكلام كله مش صحيح طبعاً، أصلاً المحلات هي محلات مطعم المديني، مطعم المديني قديمة ومن كل المشاهير ومن كل رجل الأعمال واللي بتركيا واللي خارج تركيا كلها معروف مطعم المديني. نحن أسسنا مطعم المديني، مش أسسنا مطعم المديني، هو كان مطعم المديني مطعم المشاهير، نعم، وكان ينتشر على كل التلفزيونات وعلى كل السوشيال ميديا، واللي بيجي على مطعم المديني بيعرف هالشيء كله. طبعا بوراك كان عمره 14 سنة كده، مدلل كتير، ونحن حبينا نكسر هالدلل ويجي معنا يشتغل بالمطعم ويكبر معنا طبعا مع مطعم المديني. هو الأساس مطعم المديني. طبعا الأخبار اللي طلعت بالسوشيال ميديا هذا كله يعني غلط وكله يعني كذب يعني بالمفتوح. هل هو من ادعى ذلك بوراك؟ هل هو من ادعى أنه أن حضرتك بعت كل أملاكه وبعت كل ممتلكاته، المطعم أو الاسم CZN الشهير لبوراك؟
الآن عزل الاسم له كيف أنا راح بيعه؟ هذا الكلام يعني اللي في عقل واللي واعي ما بيصدق هالكلام. هل تم بيع هذا الاسم التجاري؟ هالاسم التجاري المباع فرانشايز لخارج تركيا، فرانشايز جي زي ام بوراق. انا صاحب الكونسبت، انا بزبط المطاعم، انا بزبط المطابخ، انا بزبط العمال، الشيف الحقيقي انا اصلا. نعم طبعا. نحن قعدنا مع بوراق قلنا له خلي مطعم المدينة على جنب، نسوي مرقة جديدة، مرقة تجارية جزائن براق. جزائن براق أصلا جزائني أنا، يعني جزائن اسمي هو، عطيناه الاسم وسجلته هو من غير ما يعرف، هو أصلا كان ما بيعرف هو بيسجل ولا بيعرف، ولا الآن ما بيعرف هيك شغلات. وأجوا جماعة من دبي وقالوا نحن بدنا طلب مطعم مديني نفتح فرانشايز بدبي وبالبحرين وبقطر وبأوزبكستان، يعني برا تركيا، خارج تركيا بدنا نفتح. نحن عرضنا عليهم قلنا له نحن مطعم المدينة بتركيا قوي، ما بنحب نطلع لبرا، ليش عزن غلطنا بمطعم المدينة بدي يتشرك الاسم القديم هذا. عرضنا عليهم براق نفتح فرانشايز، أول فرع بدبي وبعدين بالكويت بالسعودية بأوزبكستان بفرنسا ببريطانيا بعدة الدول حول العالم، الدول العالم. واتفقنا وهو إجا وقع العقد لحاله، وهو اللي أخذ المصاري، وهو له الآن اللي بيجي الدخل من برا ولا ملين ما بيدخل بجيبي أنا أصلا، كله بينزل لبراق. هل فعلا ادعى عليك في المحاكم التركية؟ المحاكم التركية اللي هو اللي نزلها على السوشيال ميديا مو بالموضوع المطاعم ولا موضوع الاسم، اللي نزلها على السوشيال ميديا أنا بعطيه نسبة من المطعم المديني. نعم. مش حصل هالشيء أنا قطعت الدفع عنه، عن المطعم المديني مو عن براق، اسم براق، عن مطعم المديني. هو نزل دعوة قال أنا اللي حصة بمطعم المديني بالمية خمسة من بباع من نسبة، والدعوة المحكمات هذا هي الحقيقة، هو بده من المطعم المديني نسبة. وأصلا نحن عطينه 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 كل شيء يعني. هل ستقوم أو فريقك القانوني بالادعاء العكسي على بوراك؟ لا لا، ما فيها قانونية أصلا، أنا أعطي كل شيء اسم المطاعم لي، ولا مطعم ما باع أصلا، ما في مباع أصلا. لن يكسب الدعوة؟ يمكن يسأل. أنا ابني وعم أعطيه كيف بدي يكسب الدعوة؟ الدعوة أنا عزم بدي أرفع دعوة عليه بأخذ اللي معاه كله، بس هذا ابني أنا ما بسخى عليه يعني أصلا. يعني في بالعالم واحد أب يسخى ابنه ويأخذ منه؟ أنا أعطيه له الآن وأعطيه. الآن بدي أوريك فيديو حقيقة براق، هذه اللي هون موجودة. شوف حقيقة براق الموجودة، يعني براق هو اللي غدرنا، هو اللي أخذ منا، هو اللي أعطانا. أنا أعطيه الملوك له على اسمه، عنده ملك كان بتقسيم 4-5 ملك، أعطيه فيلا قصر مش فيلا، هذه بالفيديوهات هو مصور، عنده بالفيلا جوات الفيلا ألعاب حوالي $1,000,000، عنده سيارات أنا بقول 4-5 نقول 10، الجراج كله سيارات فل. هو قال أن هذه الأملاك كلها بيعت، يعني يدعي أن حضرتك من بعت كل تلك الأملاك التي كان يمتلكها بوراك، هل صحيح هذا الكلام؟ هذا غير صحيح طبعاً غير صحيح. لم تبع أي من أملاكك؟ هذا دعايات، يعني لو أنا صحيح هذا كان بروح على المحكمات، ما بروح على السوشيال ميديا بصور حاله قدام الشلال وبيعبس وجهه إلا أنا أبوي باع المحلات. هو أصلاً ما قال هالكلمة، يعني قال لا صدقوا اللي بيكون مكان اسمي، أصلاً هو اسمه ما موجود، أنا بيوم واحد بشيل اسمه مو مشكلة اسمه، أنا المعروف بمطعم المدينة. شوف براق اللي سوى فيها هيك، هذا تفضل. يعطى كل ما يريد، يكره في النهاية أمه وأبوه. تقولي ليش؟ أيوه. التسلسل العقلي يقول إنه راح يحكم يعطونك إيه؟ صحيح. لأنه هو راح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب. يجي يوم يقول لا، أول ما يقول لا ما في أي رصيد عاطفي، توقفت العلاقة. أنا بطيارة باسمي لا. هذا ما فعله براق معه. هذا اللي فعله معي براق. هذا الكلام يعني أنا من أصول العربية صحيح، بس عربيتي مش واضحة، بعض الأحيان بحكي عربي كتير كويس، بعض الأحيان تجي كلمة بتعقد فيها ما بقدر بجيب الدوام. سأساعدك في كل أمر تريد توضيحه، سأساهم في أن يصل المعنى كامل للمشاهدين، ولكن
في العودة إلى إصرار بوراك على إظهار أنه مظلوم كما ادعيت حضرتك، لماذا يدعي بوراك هذا الأمر؟ ليه يعني أراد أن يظهر أن نفسه مظلوما وأن والده باع كل أملاكه؟ ما السر وراء ذلك؟ هل هناك أي أمر آخر أو سبب يدفع بوراك إلى هذا الاتجاه؟ سبب آخر أخوه الصغير، أمه، نحن متفارقين مع أمه حوالي 20 سنة. طليقة حضرتك؟ متطلق مع أمه. أنا نعم. متزوج زوجة تاني. نعم. والسبب عنده أخ صغير، أمه بتدعمه بتقول له عزن ما ضغطت أبوك وأخذ كل الموجود معه، بكره راح يكبر. هو كبر وصار يسوي فيديوهات كمان مع مثل بوراق، هو عنده كمان على التيك توك وعلى الانستغرام حوالي 200 متابع. مصطفى 200,000 متابع. ايه 200,000 متابع. نعم. وصار مشهور وصار يجي على المطعم والزبائن يعرفوه. هلا عم بدي اوريك. اوكي، اذا لديك ابن اخر غير بوراق اسمه مصطفى. مصطفى ايه. نعم، يبلغ من العمر 14 عاما. 11 عاما. 11 عاما. اوكي. ايه. مصطفى اليوم أصبح شيفا أو يتدرج في مطعمكم؟ طبعا طبعا صار معروف. نعم. ويجي ويتدرب مع الزبائن. بدأت شهرته تتسع. طبعا تفضل. هذا مصطفى. هذا مصطفى، كل السبب هو هذا. يعني بوراك بدي يتحسن. إذن هناك غيرة لدى بوراك من أخوه. طبعا هذا ما تقوله. هذا الأساس. طيب، كل السبب هذا هو. نعم، لكن لماذا هذه الغيرة لبوراك من أخوه؟ ألا يريد أن ينجح أيضا؟ أصلا بوراك ما في بذهنه، ما في بعقله هيك شغلات غيرات. أول كانوا كتير كويسين هو أخوه. نعم. متى كبر أخوه شوي أمه دخلت بالموضوع، دخلت بالخط. هي والدة بوراك لكنها ليست والدة مصطفى. لا. كي يفهم لا. المتابع طبعا. نعم. والدة مصطفى غير والدة هي بوراك. زوجتك الحالية. الحاليان الآن. نعم. والدة مصطفى. نعم. أوكي، هذه الغيرة متى نشأت لدى بوراك؟ الموضوع هذا صار سنتين طبعا. كبر 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 إجل لحاله. عند الآخر أنا كنت مزبط له محل هون صارف عليه 10 ملايين دولار لبوراك ديكور. إيه لبوراك. نعم. وقدم لك الفيديو وشوف الفيديو. بوراك أعطيته من هون بالـ150 حصة أنا من غير أي شيء. وأعطيته دكان تاني كمان بالـ150 من غير أي شيء. أخذت له قصر فيلا من غير أي شيء. هذا ابني وطبعا أنا تعبان عليه، هو صغير طبعا بدي أعطيه. بس هو يقول أنا الكل إلي، بتعطيه يريد كل أملاكك لنفسه. الأملاك أعطيني أعطيني. هالآن بوراق مو هو الصحيح مثل ما نزل على السوشيال ميديا وباع سيارته وراح يفتح محل. محل اللي بيفتحه بكلفه 3-4 ملايين دولار. من دام أنا ما أعطيه وباع السيارة بحق سيارة راح يفتح محل. هذا المعقول؟ هذا اللي بينزل على السوشيال ميديا والناس بيصدقوا هالكلام؟ يعني أنا طيب. مزعوج. هناك حديث على أو حديث على السوشيال ميديا أن بوراك سيبدأ مجددا من الصفر. هذه الصفر كم هي اليوم لدى بوراك؟ يعني الثروة التي يمتلكها بوراك. هذا الصفر كتير. بكم تقدر؟ لا هذا الصفر هي موجودة. الصفر كتير موجود على الصفر. بس هو نسي كم صفر؟ لا أصفار كتير. بس هو نسي حط واحد. لازم يحط واحد هناك أو اثنين. كم يقدر اليوم ثروة بوراك التي جمعها؟ اليوم تتقدر ثروة بوراك. أنا بستحي من هالكلام قول يعني ثروة بوراك. ثروة بوراك الآن بالبنك نقدي مينيموم بين 5 وبين 10 مينيموم. مليون دولار. طبعا هذا من غير الأملاك، من غير السيارات، من غير الفيلا، من غير البيوت اللي أعطيته إياهم. هذا كله من طرفي. المعقول يعني أنا بوع باسم ابني وأخذ حقه؟ أنا بيشتغل عندي 1200 عامل. أنا صار لي 35-40 سنة من غير العيلة. أنا رجل أعمال. أنا بيشتغل بالملابس كمان وبصدر ملابس. عندنا فابريكة ملابس. هالآن طبعا نهينا ونحن بالمطاعم. 7000 شخص كانوا بيشتغل عندي كله بالتأمين وبالسيجورتا. ولا واحد رجل أعمال. اشتغلت مع الألوف رجل أعمال. ولا واحد رجل أعمال بقوم بقول إسماعيل، الشيف إسماعيل صاحب مطعم المدينة غلط علي ولا دولار. يمكن هني غلطين علي، أنا ما بغلط أحد. مش ممكن. أنا المصاري الموجودة معي عزم باكل أو باكل المجموعة اللي عندي أقرابي وأخواني وكلتنا. وبراك كمان
بتكفينه وبتكفي 1000 براق واحد براق. يعني أين ستنتهي هذه المشكلة؟ يعني أيضا هناك حديث عن أن أحد الفنانين أو رجال أعمال تدخلوا لحل هذه المشكلة بينك وبين طبعا في عدة فنانين دخلوا بالموضوع. هو ملحم زين صاحبي من 15-20 سنة. نعم الفنان اللبناني ملحم زين. اللبناني ملحم زين أبو نعم. علي بحبه لبراق كتير وبحبني كتير. نعم. اتصل فيه مرتين ثلاثة قال لي لازم ندخل بالموضوع وأنا مزعوج من هذا الشيء. ليش؟ أنا بعرف بحبنا من قلبه. وطبعا فنانين آخرين كمان اتصلوا فيني يمكن بيحبوا يقول اسمهم مثل عبد الكريم حمدان. نعم. صاحبي كمان كتير مليح مثل يارا. يعني كتير ناس مزعوجين. ليش؟ هني بيعرفوا الموضوع أصلا بيعرفوني قدام ما يعرفوا براق. نعم. ملحم زين بتشكره من هون كتير كتير تدخل بالموضوع بالجد. يعني هل سيكونون في هذه المشكلة أو يكونون طرفا لحلها؟ يمكن ملحم زين أنا واثق فيه وبحبه كتير. إذا قبلت هذه المبادرة منه؟ طبعا مقبول. يعني الولد ولدنا والابن ابننا ما بنحب نطيره بالمرة. نحن أصلا هو محب يطير أبوه بس أنا قلبي ما بتحمل طيره أنا. هل إذا اتصلت الآن ببراك يجيب على اتصالك؟ هل أنا عزن اتصلت ببراق هو اللي اتصل ما بجاوب عليه وعزن أنا هو اتصل كمان أنا ما بجاوب. لماذا؟ ليش اللي شيء نزله بالسوشيال ميديا هو حب يخلص على أبوه بالمرة. يعني هو حب ينزلني أقعد على الحديدي مو هو قاعد على الحديدي. كيف أنا العيطيه العيطيه عيطيه 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 بدي أنا قاعد على الحديدي وهو عم يغدرني بالسوشيال ميديا؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ اللي هو عادة طبعا ابننا طبعا تاج الراس. هو بيعمل خطأ نحن رح نسامح. يعني هذا وظيفة الأب. يعني هل معقولة هالآن براق يصير له أي شيء لضفره؟ أول شيء أنا بدي بكي أنا بدي روح أرقد وراه. وصار شيء هالشيء يعني صار معاركة مع ناس ثاني. أول شيء أنا دخلت بالخط طبعا. يعني براق عزم واحد بأزي أول شيء أنا بطلع. بس هذا غير شيء وهذا غير شيء. عزم بيجي ولد وبعدين براق الشغلة اللي عملها لكل اللي بعمره وبتعبوه راح يتأثروا بجهة تانية لأبوهن. هاي اللي ما تأثر فيها. أنت تقول هنا أن بحكم أن براق لديه الملايين من المتابعين العرب طبعاً. والأجانب طبعاً. ستكون دعاية سيئة للأطفال الذين يجدون معاملة سيئة من براق لوالده. طبعاً طبعاً طبعاً. هذه تأثرت فيها أكثر شيء أنا. ليش؟ أنا مشوف التعليقات اللي بعلقوا على السوشيال ميديا عمرهم 20 سنة 25 سنة. الأب طبعاً بيفهم كل اللي بيكون عنده أولاد بيفهم الوضع. يعني ليش؟ هو أب بيعرف الولد. بس هل بيكون الجيل الطالع جديد هذا ما عم يفهم الموضوع. بيكتب أبوه سرقه أبوه باع الأملاك بيوم واحد من غير ما يعرف أصلاً كيف الأملاك اللي ودي بيعه. ولكن في المقابل تقول حضرتك مراراً أن والدته تدفعه في هذا الاتجاه للكلام والخلاف إن كان باتجاه أخوه وإن كان باتجاه حضرتك. كيف تبرر هذا الأمر كي لا ينعكس سلباً على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا يصل إلى الناس التي ممكن أن تكون لديها مشاعر سيئة باتجاه الأم أيضاً؟ والله أنا ما محب أتهم الأم ولا أتهم الولد ولا أتهم الشيء. يعني هني هذا الواقع وهذا المبين يعني الواضح. وأم اتصلت فيني بعدة مرات. يعني أول مرة بقولها. إذا لديك دليل هذا أنا أول مرة بحكي على العربية الآن هالكلمة وعملت مقابلة مع ناس محترمين وكويسين. مثلا أم اتصلت هي فيني 100 مرة يا بتعطيني حصة إلي مصاري إلي خاص من غير ما يدري براق يا ده أنا بخرب البراق وبخليه لبراق وإلك على الأرض. يعني هالشيء اللي يعمله براق إله الضرر مو إلي. أنا رجل أعمال وماشي. البراق أنا اللي عملت له إياه ب 15-20 سنة براق راح يروحه بيومين. هو ما داري من هالشغلة. هذا المقهور فيها. نعم. ختاما سيد إسماعيل أريدك أن تتوجه عبر عدسة العربية هذه عدستك أن تقول كلمة لبراق من الصميم من والد براق من رجل الأعمال الذي أسس هذا الطباخ أو الشيف الشهير مباشرة عبر عدسة العربية. تفضل الكلمة لك. أنا أقول لبراق يا ابني يا ولدي أنت من دمي وأنت من روحي. المصاري تجي وتروح مش مهم.
بس بالسوشيال ميديا لا توري حالك مسكين ولا توري حالك بالعكس، يعني انت مو مسكين وانت مو بيع سيارتك حتى تفتح محل، انت الحمد لله رب العالمين. عزن ما بتحمد ربك وبتشكر ربك، الله بياخذ اللي موجود معك، بيجي يوم الله بجازيك يعني بهالمال. المال الله عطيك بس مو لك، إلك ولا اللي بجنبك اللي بيشتغلوا عندك واللي بيشتغلوا عندي. هالآن أنت فت حق، أكلت حق اللي بيشتغلوا 1200 شخص عندي. أصلاً أنت مش صرت طباخ، أنا كنت عطيك 10-15 شيف دائماً هني وراك، وعملت لك فيديوهات وانشهرت الحمد لله رب العالمين، وأنا مبسوط من هالشيء كتير كتير، مبسوط من هالشيء كتير كتير. بس هالآن اللي عم يعملوا، أنا مستحي أطلع وأحكي على عربية أو غير قنل، يعني كيف بدنا نحكي عابني؟ أنا ما بعرف، يعني أنا سكت سكت سكت، بس شفت الموضوع غير بالمرة. يعني أنت، أنا أب وأنا عمل كل شيء، حسوب بيطلع ابنك المحتل الحرامي باعه بيوم واحد، يعني معقولة؟ أنا عندي فيديوهات، هو اللي وقع وهو اللي عمل العقد وهو اللي أخذ المصاري، وأنا فوق اللي أخذهم هو أعطيته دبل مرتين ثلاثة فوق منهم، أعطيته محلات، أعطيته بيوت، أعطيته سيارات. هل معقولة في أب بالعالم؟ أنا بسأل كل اللي عنده أولاد واللي بكون أنا بقول أب، هل معقولة واحد بيقدر ابنه؟ أنا حوالي 400 طالب أنا عم درسهم على حسابي هون، والمساعدات مثلا أنت عم تقول أنا عملت المساعدات، أنا بحلف يمين على النعمة هذه المساعدات كلها من طرف الشركة، ولا مليم براق، براق بحب المساعدات بس بحب من جيب غيره، هذا كمان مليح كويس، يعني مو مشكلة عندي يعني، بس المساعدات وكل المساعدات من طرف الشركة. أنا المساعدات اللي عم يسويها عزن براق هو كمان ما بيعرف اللي المساعدات اللي عم يسويها، أنا عزن بلفظ هون عقله واحد ما بيتحمل المساعدات اللي معملها، أنا معروف بالمساعدات أصلاً، كل اللي بيشتغلوا عندي وكل المجموعة اللي بيعرفوني، نحن حوالي 30-40 ألف شخص من العائلة، نحن هون كلنا بسوي لهم مساعدات، يعني المساعدات اللي أنا بسويها أنا عزم بدي أحسبها بيشتري لي بفتح لي 20 مطعم 30 مطعم فيهم. وصلت الفكرة. رجل الأعمال إسماعيل أزدمير، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الخاصة والحصرية للعربية والحدث. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لحسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء. شكرا كثير أخ إبراهيم، وإن شاء الله بتوصل الرسالة وبراق بيصلح وبصير أحسن واحد، أحسن شيف بالعالم. نحن عملنا أحسن شيف، إن شاء الله بكون الواحد بصير بيطلع لدرجة لمحل لازم يعرف يوقف فوق، عزل ما عرف يوقف بيطيح من فوق بيتكسر، اللي بيطيح هو عمال هذا ما بصير له شيء، بس اللي بيطيح من المكان هالآن أعلى محل براق، عزل طاح من هناك الله يستر. أول شيء أنا ببكي، مو اللي شباب اللي بيعملوا تعليقات نحن معاك ويلا امشي يا براق واضرب أبوك وتعبوا لأبوك، هذا مو صحيح. اللي بيكتب وبقول يا أخي هذا أبوك وتعبان عليك وأكيد هو اللي عطيك، أنت مش معقولة أنت تعطيه لأبوك، اللي بيكتب التعليقات بهالشكل هذا اللي بيحب له الخير، وأصلا اللي بيكتب له التعليقات نفس التعليقات هو على طول بيشيلهم وبيعملهم بلوك، يعني بتعرف السوشيال ميديا أنا بعمل لك تعليق عزل ما عجبه بشيله، بخلي التعليقات اللي هو اللي بده إياهن. يعني أمس عرضنا في حلقتنا لقاء خاص مع صانعي الفيلم السعودي راس براس المؤلف عبد العزيز المزيني والمخرج مالك نجر، واللي حيتم عرضه حصريا على نتفليكس في 3 أغسطس. واليوم مثل ما وعدناكم أمس رح نعرض لكم الجزء الثاني من المقابلات الخاصة بالفيلم، واليوم لقائنا اللي استمعنا فيه جدا كان مع أبطال العمل عبد العزيز الشهري، عادل رضوان، وزياد العمري. أترككم مع هذا اللقاء وأعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعل. في أمان الله. مبروك الفيلم. الله يبارك فيك يا رب. عادل ليش مقاعدينك في النص عشانك منك لابس توب؟ ايوه قالوا عشان يبغوا يكسروا اللون او عشان الاوسم ما اعرف يعني قالوا ايش. شوي صعبه يعني حتتركوه كده عادي يمشي فيها ما حتردوا عليه قال الاوسم؟ لا هم عارفين. لا لا هو الكرسي الاطول هذا عشان التناسق بس يعني ابيض اسود ابيض.
لانه حسيت انه قال عشان يمكن الاوسم تركتوه يعني عادي كده، ما عندكم مشكله كانت في الموضوع. عشان هو معترف به. خلاص يا اخوان نبدا بالاسئله ساره عشان هم ما يقدروا يجاوبوا بعدين. يأسوا منك يمكن يا عادل، من معرفتي فيك الشخصيه يمكن يأسوا اكثر. احكوا لي اول شيء عن الفيلم، كيف يعني وصلكم الادوار، كيف كنتوا يعني دخلتوا في اي مرحله من الفيلم؟ عبد العزيز لك المايك. حياك الله، حياك الله اخت ساره، وشرفتينا الله يعطيك العافيه. الله يخليك. الفيلم فيلم راس براس يعني من فتره طويله، هو يطبخ مر بعده مراحل يعني الين وصل للمرحله الارهب اللي وصلنا لها مع الكاتب الجميل عبد العزيز مزيني والمخرج الرهيب مارك نجر، اصدقاء البدايه الفنيه. تراهم واقفين ورا الكاميرا ماسكين مسدسات. قول قول. يعني ما استبعدها منهم بس اوكي. طيب انا تحت التحديد، تعرفين حركة اصبع الناس ايه ف يعني الوحيد اللي كنت تعبروا عن الموضوع، وحديكم فرصة ننزل فيهم شوية، بس احكوا لي اول انه كيف تم اختياركم انتم. طيب انا افتكر انا كان في فيديو قديم قبل سنتين ولا ثلاث سنين صورناه تقريبا، كان يعني كده مشروع تاني كده، كان صورنا انا وعبد العزيز فيديو ارتجال، فلما جاء وقت الاختيار افتكر انه كان في تناغم كويس بيني وبين عبد العزيز في هذيك اللقطه، فكلموني بس وقالوا يعني كمان تعال تعال اون بورد. صح، لانه انتم الاثنين يعني كثير مع بعض، يعني ما ابغى احرق الفيلم بس انتم مع بعض يعني في الفيلم مشاهدكم. وزياد انت كيف دخلت في الموضوع؟ طبعا انا مثلت مع عبد العزيز الشهري كثير، وهذه اول مره مثلت مع عادل رضوان، وانا مبسوط مره اني مثلت معه. فالمخرج والكاتب شايفين الكيمستري اللي بينه وبين عبد العزيز في الاشياء اللي سويناها اول، فاختاروني. أيوه. يعني اساس. طب وبصراحة بصراحة بصراحة يعني مالك وعبد العزيز قد إيش ديكتاتوريين، قد إيش التعامل معهم سهل أو صعب؟ خذوا راحتكم لا تخاف. عادي أخذ راحتي من جد، عادي أخذ راحتي. طيب مالك مرة يعني لطيف جدا فوق ما تخيلي. طيب بس ونوقف عند كذا يعني ما يحتاج تصير تجيب سيرة عبد العزيز. لا لا. طب هذه أنا حقول لكم مو صحيحة أكيد. ما يحتاج عشان عبد العزيز أخاف منه شوي. اوكي طيب. لا يعني اكيد مالك شديد، احس يعني شخصيته. ايوه ايوه كلمة واحدة. ايوه بقول لك. ايوه مالك وعبد العزيز لا والله رهيبين، وعبد العزيز صارم لحرصه على احترافية في العمل، لانه احنا يعني يعني نحب الضحك واجد، فلما ما حد يوجهنا خلاص بتضيع الليله، تفلت الامور. ورهيبين هم يعني عارفين النكته فين رايحه. واكثر شيء رهيب في مالك يعني يعرف يطلع الاداء من الممثل اللي هو يبغاه. اي بس من جد يعني من جد كانت الاجواء كده، يعني تحسوا كان في حاله من انه يعني زي لو ما كانوا ماسكينكم كان في انفلات، يعني اجواء التصوير كانت كده كلها كوميدي يعني وبساط. لا لا مو 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 اجواء الفيلم، احنا بنتكلم على من البدايه. أجواء احنا جلسنا معاهم إيه؟ احنا من البدايه لما جلسنا معاهم هم وضحوا لنا التصور حقهم مره ممتاز، وهم عارفين هم ايش يبغوا. يعني عبد العزيز لما كتب عارف هو التوجه ايش اللي يبغاه، ومالك كان عارف هو كيف يبغى يترجم هذا التصور الى الشاشه. فلما إيه؟ رحنا يعني كانوا بيسمعوا منا، لما احنا مسكنا في عندنا اراء معينه وكل حاجه، وكنا دائما بنوصل يعني الحل يناسب الجميع دائما. اوكي، وكيف تحسوا انه يعني هذا العمل الان انتم مو بس بتمثلوه وانتم حاطين في بالكم انه يعني مشاهد او حيكون مشاهد محليا، لا هذا عمل على نتفليكس يعني الناس ممكن تفتحوا من اي مكان حول العالم، بتحسوا انه حيفهموا القصه، حيفهموا التعليقات او الثقافه؟ بالضبط. بالنسبه لاول شيء القصه هي قصه خياليه طبعا، ويعني وبإنتاج احترافي عالي جدا، فأكيد راح يوصل في أي مكان في العالم بأي لغة كانت يعني. إيه. زياد إيش تحس؟ تحس إنه يعني حتنفهم القصص اللي بتقولوها، الجمل اللي بتقولوها؟ إيه، وأحس إنه مفهومة، لأنه الفيلم يعني مو ما يخص تقريبا السعودية بالتحديد. ناس كثير ممكن تتابع الفيلم وتنبسط فيه وتفهمه.
لأنه هو علم أيوة لأنه يعني زي ما قالوا. أيوة والفكرة صراع يعني اللي موجود فيه. طب بس أنا بس أسألكم أنتم كممثلين الآن، يعني ممثلين في السعودية، السوق واعد وصار فيه أعمال كثيرة وكذا، بس لازال برضو في نفس الوقت السوق يعني خلينا نقول مو سهل الشغل فيه. يعني مثلا عادل أنت لازلت أنت يعني طبيب أسنان وفي نفس الوقت يعني بتمثل على الجنب، يعني فقد إيش بتلاقوا سهولة أنكم تعثروا على فرص مثل هذه مثلاً؟ احنا المهم بالنسبه لنا ان احنا وصلنا لواحده من اعظم الفرص اللي هي فيلم راس براس. يعني احنا يعني من يوم ما تواصلوا معانا على الفيلم، واحنا يعني حتى لما تكلمنا مع بعض الفكره على طول عجبتنا، فعشان كده يعني هذا واحد من المشاريع اللي الواحد يدخله وهو مطمن وهو يعني متاكد، لانه الاسماء اللي موجوده سواء كان من الانتاج، الاخراج، الكتابه، الممثلين، يخلي الواحد يتحمس، وهو هذه الاشياء اللي تخلي الواحد يقول ايوه انا ابغى اسوي هذا العمل ولا ما ابغى اسوي. واكثر شيء يريح في بدايه المشروع انه الكاتب والمؤلف عبد العزيز مزيني فنان رهيب وله تجربه في محافظه مسامير، وبرضه المخرج مالك، فكلهم مبدعين فنانين، واي واحد ممثل يتمنى يشتغل معاهم. بس ما تحسوا انه بشكل عام كمان توقعات الجمهور مره عاليه جدا منكم كممثلين سعوديين؟ يعني الان هم ما بيقيموكم مثلا زي في مرحله ماضيه انه هم الان لسه بادئين لسه بيجربوا كده، الان بيقارنوكم باللي حيشوفوه او الاعمال الاخرى على نتفليكس وشاهد والمنصات الاخرى هذه كلها، يعني فنانين المحترفين تماما. يعني بتحسوا هذا الشيء ضاغط عليكم ولا بتحسوا انه فعلا لا الفن او الممثل السعودي وصل لهذه المرحله؟ هذا اللي سوبر ستار، هو اللي عنده الاشياء دي. انا هو مبتدئ صح، هذا السوبر ستار خضرم، هذا وخضرم كبير ما في شك والله سارة أن هذه يعني تشكل صعوبات كثيرة أنه نوصل لذائقة المشاهد بالمستوى اللي وصل للمستوى العالمي. راس براس إن شاء الله راح يفوق التوقعات اللي الناس ينتظرونها بإذن الله، من ناحية إنتاجية، من ناحية كتابية، من ناحية إخراجية، مختلف تماما، تصوير سينمائي. نعم تصوير سينمائي جميل. أيوة. اي نعم. انت شفت الفيلم كله صح؟ شفتي ولا ما شفتي؟ شوف ايش رايك؟ الا شفته مبسوطه لما تشوفه؟ عجبني، ضحكتوني، الا بسطوني يعني كده جلست متسليه، يعني بعد ما خلصت انه تكلمت مع كذا احد عنه بحماس انه يعني مسلي جدا كان الفيلم، يعني وما اعرق بس يعني انا نفسي. وانا اعرف انه انت ساره يعني مو اي شيء يعجبك، يعني هذا بالنسبه لي انا مريح، انا اتفرج كثير وانا احس برضو ان الفيلم هذا، وانا برضو احس ان الفيلم هذا يعني نقله نوعيه في مجال السينما، لانه كل اللي صار من ناحيه التصوير، القصه، كلها جديده تقريبا في السينما السعوديه. احنا كنا في السيت، كنا لما نتلقف كده نجي ورا المونيتور حق المخرج مثلا نشوف اللقطه اللي دوبها تصورت كذا، شوف الالوان، هذا لسه يعني الاشياء الخام لسه قبل ما يصير ايديت، قبل ما يصير حاجه، يعني كانت يعني كل تفصيل كانوا مفكرين فيه. ايوه لا انا نفسي اتناقش معاكم صراحه في بعض المشاهد، بس يعني طبعا حخرب على المشاهدين فبعدين حتناقش فيها معاكم اذا اقدر تحت الهواء، لانه في مشاهد يعني من جد موتوني ضحك، يعني على الجنون اللي بيصير. انتوا زي ما بتقولوا هو عالم خيالي وفي حالات من الجنون بتصير بصراحه. بصراحه مين ارهب احد كده كان في الكواليس؟ يعني عبدالعزيز. عبدالعزيز هو المحرك يعني. والله كلنا رهيب ان شاء الله خلف الكواليس. شوفي اشرح لك بالتفصيل. أيوه. زياد يدور قهوه 24 ساعه، اهم شيء القهوه، لما في يدور ايش؟ قهوه كوفي. أوكي. ايوه انا ادور الاكل. طيب انا ادور الاكل، عبدالعزيز دور علينا. ومالك عبدالعزيز بيقولوا ايه، والمخرج برضه مالك نجر كان مره كل فاصل يعني احنا نتعب فيه سمعنا موسيقى من عالم اخر ينسينا التعب، يتكلم بصوت سلتوه، يتكلم بصوت كلب مسامير، فكان هذا اكثر شيء يضحك. وللامانه يعني للامانه كان بيئه العمل مره مريحه جدا، يعني مع الضغط، مع الاوقات الطويله في التصوير، مع يعني الأجواء كان أجواء حارة،
لكن مشاهد صعبه كمان فيها اشياء يعني ما... صعبه كانت اي كان في يعني مشاهد فيها عنف. فالصراحة يعني أنا دائما في كلمة المخرج على وجهه هلا أي بالضبط إيش قلت إيش كف في كذا أحد تكفخ على وجهه ما هذا دست الكف لا 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 هو أعطاني كف حقيقي بس برجع له ما أبغى نحرق الله يعطيكم العافية أعطيته كف حقيقي أي والله أعطاني كف حقيقي تقريبا أقوى كف أكلته بحياتي بس استأذنته قبلها والله طبعا في الكواليس ايوه ايوه الكواليس قلت له اسمع اعطيك كف حقيقي في المسلسل قلت له روح ايوه وانتوا كل اللي انتوا تبادلتوها انت وعبد العزيز كانت انت ليش انت ليش مدقق على الكفوف خاص مشي مشي غير تجاوز مشي غير الكفوف لانه حسيتها طالعه من قلب لانه حسيتها من قلب طالعه من كف ورا كف ورا كف ورا كف يعني كان كده تشف الغليل يعني كانت لا خلونا في لا تفتح الجروح القديمه خلاص لا باقي زعلان منه طب الان طيب اعتقد انه انا وقتي معاكم يعني انتهى وانا عارفه انكم انتم مضغوطين والكلام هذا كله بس سريعا مع الان انتم نتفليكس وكذا الواحد بيقول انه يعني حيتوقع انه انتم اكيد يعني قابضين ملايين على العمل ولا 35 مليون انت عبد العزيز شوفي هو هي ما هي على الفلوس هي على القيمه يعني احنا الان موجودين على المنصه شفت والله والله جواب سياسي ممتاز وعمل خيري طيب أنا بشكركم وفعلا مرة شكرا على وقتكم وبتمنى لكم التوفيق طبعا وفعلا الفيلم يعني حلو ومسلي وأدائكم وفعلا اللي أنتم تتكلموا عنه قصة التناغم اللي بينكم واضحة جدا 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 للي حيشوف الفيلم فيعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم في أعمال قادمة كمان إن شاء الله الله يعطيك العافية سارة شكرا لك سارة.